مقاومين مؤمنين منطلقين من مرجعيتهم ومن تشبتهم بأرض فلسطين وبالقدس وبالأقصى. أولا هذا المجلس الوطني أتي بواحد السياق دولي اللي كنعرفوه جميعا، و هذا السياق الدولي أهم ما يميزه ما تعرفه فلسطين وما يعرفه ما تعرفه القضية الفلسطينية ما تعرفه غزة. وطبعا نحن اختارينا الشعار ديال طوفان الأقصى كحد أدنى ديال التضامن مع ما تعرفه فلسطين وما تعرفه القضية الفلسطينية من إبادة وتهجير وقتل وتشريد ودمار، واللي طبعا وصل الأوج ديالهم كان في 48 صحيح 1948، ولكن بعد 75 سنة اليوم ما يعرفه ما تعرفه القضية الفلسطينية اللي من هاد الحرب ديال الإبادة. احنا اخترنا هاد الشعار لكي نقول اننا مع فلسطين، مع غزة، مع المقاومة، وانها لن ننساها وستبقى قضيتنا الاولى الى جانب القضية ديال الوحدة الترابية. ثانيا السياق سياق وطني، طبعا هذه الحكومة هذه راه في السنة دخلت السنة الثالثة ديالها عند المنتصف، واللي طبعا بانت بعد ما باعوا الوهم المغاربه في عدد من المجالات ومنها التعليم. حنا كنعرفوا اليوم ان السلم الاجتماعي مهدد بسبب هذه الاضرابات ديال الرجال ونساء التعليم. نتمنى انه هذا الاسبوع العقلاء في الحكومه وكذلك مع التنسيقيات ومع النقابات ومع اولياء التلاميذ ومع السياسيين ومع الكل اننا نتدارك هذا الهدر الزمني ديال الزمن المدرسي ان نتداركه، واللي طبعا الحكومه هي اللي كتحمل المسؤوليه ديالو. بعد عامين ديال الحوار وشهرين جابت واحد النظام اساسي ما تقبل، جابت نظام اساسي اليوم. نتمنى انه قبل ان يصادق عليه في المجلس الحكومي ان يتم التوافق حوله مع التنسيقيات ومع النقابات باش نداركوا كما قلت هذا الزمن المدرسي الذي هدر. وفي سياق طبعا اللي كتعرفوا الساحه الوطنيه من يعني التحرك ديال القضاء في المتابعه ديال عدد من السياسيين، ولكن ماشي سياسيين اللي هما بسطاء، ماشي سياسيين عاديين، سياسيين في واحد الحزب اللي هو على كل حال بغينا ولا كرهنا اليوم انشئ لكي يواجه العداله والتنميه، لكن بانت تمنيه وتنبير انه جمع لها كل شيء لكي تحارب العداله والتنميه. وهذا الشيء هذا للاسف الشديد ان احنا مع ما يمكننا نتهم حتى شي واحد لان القضاء هو الوحيد اللي يمكن له يوجه هذه التهم، ولكن المتابعه الان عناوين ديال المتابعه اللي فيها المخدرات والتجاره في المخدرات على المستوى الدولي هذا كيبين بانه بالفعل كما قال بعض المثقفين وكما قال الامين العام لحزب العداله والتنميه سابقا بانه بعض الاحزاب للاسف الشديد يعني دخلت السياسه بادوات فاسده، ومنها هذا النوع من الاشخاص الذين اختيروا لهذا العمل. وفي سياق رابع قبل أن أجيب على سؤالكم هو أن المغرب اليوم ترأس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهذا الترأس اللي خداه بجدارة طبعا لتاريخه للتاريخ دياله في حقوق الإنسان، ولكن خداه كذلك بجدارة لأن صوتوا عليه واحد العدد ديال الدول 30 دولة ماشي شي حاجة بسيطة، ولكن بغينا يكون عنده أثر على المستوى الدولي خاصة في القضية ديال الإبادة. وهنا كنقدموا تحية إكبار يعني وتحية تقدير وتحية للجنوب إفريقي اللي تقدمت بالدعوة ضد الكيان الصهيوني والحرب ديال الإبادة اللي كيدير. بغينا يكون عنده تأثير هذا المجلس ترأسنا على يكون عنده آثار على القضية الفلسطينية وعلى قضية إخواننا في غزة وفلسطين، وأن يوقف العدوان في أقرب الآجال. ولكن بغينا كذلك أن يكون له آثار على المستوى الداخلي، على المستوى الداخلي بغينا واحد الانفراج حقوقي. بغينا ولا كرهنا راه كاينه يقبعوا في السجون يعني بعض المتابعين ديال الراي ومتابعين ديال الحراك وبعض الصحفيين، فبغينا يوقع واحد الانفراج لانه خديناها بتقدير، ولكن بغينا يكون عندها اثار بالاضافه لجوانب اخرى. خامسا السياق الداخلي ديال الحزب هو انه احنا يعني بعد ما قضينا يعني سنتين ونيف برئاسة الأخ الأمين العام بعد 30 أكتوبر 2021 حين اختير كأمين العام، هذه الأمانة العامة اشتغلت. خلينا نقول بأنه لا أقول بأن أرجعت الروح للحزب العدالة والتنمية، ولكن ما كنا نخاف منه من أن يقع واحد نوع من التشتوت ومن ديال الحزب. الحمد لله بقت اللحمة موحدة، بقت اللحمة موحدة وبدات، والاعمال اللي المواقف
ديال الحزب. طبعا مشي نقول مرحلة عادية، ولكن رجعنا كحزب كما كنا وسنبقى إن شاء الله كحزب كبير، بالرغم من أنه اليوم الحكم علينا ليس فقط من 13 مقعد، ولكن الحكم علينا بالآثار. فالآن حين أن ينظر الإنسان للحر، هادشي اللي كيقوم به الحزب والبيانات ديالو في مختلف القضايا، هو حزب اللي هو حي وحزب كبير كبير، خلينا نقول كبير، يعني بي 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 يعني بمواقفه وبأثره في المجتمع. عندنا جوج ديال الإكراهات اللي خديناهم بعين الاعتبار. الإكراه الأول هو الانتخابات ديال 2026. الإكراه الثاني هو 4 سنوات من بعد المؤتمر ديال 30 أكتوبر. ملي كنلاقيو هادو بجوج، فإذا قلنا يا إما نديرو مؤتمر استثنائي في 2024، يعني باش نوجدوا يعني الانتخابات، أو أننا نديرو في 25 به كنكونوا دخلنا في السنة الرابعة ديال المؤتمر ديال المؤتمر العادي، وفي نفس الوقت كنوجدوا بمسافة يعني معينة، مسافة محترمة للانتخابات. فإذا هذا السؤال الذي يعني عند عدد من الصحفيين وعدد من خلينا نقول تم الأعضاء ديال الحزب، واش غنغيروا القيادة ولا غير؟ انتم تعرفون جيدا بأنه الأنظمة ديالنا يعني والعرف ديالنا والتقاليد ديالنا والأخلاق ديالنا، احنا ما كنرشحوش للمؤتمر، سيد نفسه هو الذي سيختار من سيرشح، هل سيبقي على السعب إلى بكيران أم سيغيره، والسعب إلى سيقبل أم لا. هذه أمور كلها يعني بقى عند المؤتمر سيد نفسه في هذا الموضوع. دابا أنت كتقول لي شخصيا أنا ما نعلمش الغيب في 2025 شنو التحولات اللي غتكون، أنا ما نعلمش الغيب، لكن أنا كنقول الآن كاين واحد دينامية. إذا كانت انتخابات غدا، أنا كنقول راه حنا دابا هاد الدينامية اللي كاينة راه يمكن نمشيو بها الانتخابات بكل وضوح، يمكن نمشيو بها الانتخابات ونحصل على المكانة اللائقة بنا، ونعكسوا حزب العدالة والتنمية، يعني المشهد السياسي يعكس الوضع الحقيقي ديال العدالة والتنمية. وأحد رواد الحزب من مؤسسي الحزب مع